بسم الله الرحمن الرحيم. أحباء الرياضة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم في هذه الأمسية العشوية القيلولة الرمضانية مباشرة من قاعة الهادي دقايا بطبولبة، مقابلة تجمع النسر الرياضي بطبولبة والنجم الرياضي الساحلي. اليوم بداية تجديات رسميا من قاعة الهادي دقايا بطبولبة، كل فريق مطالب بالظهور بوجه افضل والهدف المرور الى السوبر بلاي اوف وبلوغ هذه المباراة الاولى اللي يستقبل فيها النصر الرياضي بطبولبة ضيف النجم الرياضي الساحلي المنافس المباشر على البطاقة الثانية لدور نصف النهائي، والفوز سيجعل المهمة تسهل نسبيا. نذكركم بتعيينات مقابلات الجولة الأولى لمرحلة التتويج لبطولة النخبة أكابر، المرحلة الأولى للموسم الرياضي 2022-2023. كل المباريات تقريبا تدور في نفس التوقيت على الساعة الواحدة بعد الزوال، ولو انه توا الساعة الواحدة وعشرة دقائق مباشرة من قاعة هذه دقايق بطبولبة، والمقابلة ميزالت ما انطلقتش لا تنطلق بعد حين. نعرف قاعة هذه دقايق كانت تحتضن مقابلة الربع النهائي لكأس تونس، كبريات بين الجمعية النسائية بطبولبة والجمعية النسائية بالمادية اللي كان الفوز فيها للجمعية النسائية بطبولبة والترشح للدور النصف النهائي. قلت كل مباريات اليوم تتعينات مقابلة الجولة الأولى لمرحلة التتويج لبطولة النخبة كامر، المرحلة الأولى للموسم الرياضي 2022-2023. المجموعة في قاعة الهادي دقايا بطبولبة حاليا، وبعد شوية إن شاء الله يدخلوا كل اللاعبين النصر الرياضي بطبولبة والنجم الرياضي الساحلي. التحكيم فريقة والقرقوري والميقاتيون صغرون وبالرحومة، ومراقبو المقابلة مخلوف والوردي، قاعة الجرجاني النادي الإفريقي والنادي الهلالي. المجموعة باء بقاعة سقيت الزيت، النادي الرياضي بسقيت الزيت والبعث الرياضي بابن خيار، وبقاعة الزواوي الترجي الرياضي التونسي يستقبل مكارم المهدية. هذه مجمل تعيينات مقابلات الجولة الأولى لمرحلة التتويج لبطولة النخبة أكابر، المرحلة الأولى للموسم الرياضي 2022-2023. النصر الرياضي بطبولبة اليوم عن النجم الساحلي، يوم 1 أفريل في ضيافة النادي الهلالي، ويوم 8 أفريل يستقبل النادي الإفريقي. نعطيكم أسامي اللاعبين اللي وردت على ورقة التحكيم، ونبدأ بالفريق الضيف
رقم 21 عيسى مرزيك، رقم 81 يوسف زيان، رقم 1 محمد صالح ابراهيم، رقم 12 حمزة بريش، رقم 48 نبيل شحبور، رقم 20 بلال بن صالح عتيق، رقم 31 حمدي الحمامي، رقم 9 رامي سويت، رقم 23 رسلان الكتل، رقم 8 ريان صغير، رقم 22 وسام السنوسي، رقم 77 مهدي البري، رقم 15 عامر موى، رقم 66 سحبي نبشة، ورقم 19 بسام بالحاج. يدرب النجم الرياضي ساحلي ثابت محفوظ. وبالنسبة لأسامي لاعبي النصر الرياضي بيت بولبا اللي وردوا على ورقة التحكيم، رقم 33 محمد أمين العش، رقم 1 عزيز جماعة، رقم 15 بلال بلال، رقم 91 ماهر بن عبد الله، رقم 10 مهيب القلال، رقم 71 منيب عبد اللطيف، رقم 55 عاطف الزواوي، رقم 98 معتز الزنزري، رقم 67 هاشم النقبي، رقم 66 احمد تجليدي، رقم 80 ريان بن سوسية، رقم 5 اشرف عزاز، رقم 19 محمد صالح جماعة، رقم 99 ادم عبد اللطيف، رقم 8 رازي بن عياش، ورقم 21 ايمن جير. تشهد المقابلة هذه غياب محمد عزيز عبد اللطيف وكذلك ريان المدامغ اللي تبعوا المقابلة من المدارج. وفي هذه الآونة دخول لاعبي النجم الرياضي الساحلي. هذم لاعبي النصر الرياضي بيت بولبا، وتحية من الجماهير الحاضرة، وتحية كذلك للاعبين الموجودين. نعرفوا مدينة طبولبة وعشقها للنجم الرياضي الساحلي، لكن وقت لا تبدأ جديات فما وسادة وفما ولادة. إن شاء الله مقابلة دور في كنف الروح الرياضية ونشوف فيها الفنيات والتشويق وإبداع اللاعبين من هنا ومن هناك. نعرفوا النجم الرياضي الساحلي هذا الموسم ما ظهرش بالمستوى المعهود متاعه في المرحلة الأولى، وترشح لمرحلة التتويج في المرتبة الثالثة بنقطة حوافز بشق الأنفس، بينما النصر الرياضي بيت بولبا في موسم استثنائي، في موسم استثنائي يترشح بنقطتين حوافز ويكون في المجموعة A في المرتبة الثانية بعد النادي الإفريقي اللي أنهى المرحلة الأولى في المرتبة الثانية بعد الترجي الرياضي التونسي، واللي افتك المرتبة هذه اللي تحصل عليها على مدار المرحلة الأولى كاملة تقريبا نادي سقيت الزيت اللي نلقاوها في المجموعة باء مع الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله نشوف في المرحلة هذه كذلك إبداعات لاعبينا ونشوف ترجع للنكهة ويرجع العشق لهذه الرياضة كرة اليد، معشوقة جماهير عديدة المدن على غرار مدن الساحل، المكنين، طبولبة، صيادة، قصر هلال، قصور الساف، رجيش، المهدية،
كل هذه المدن تقريبا الساحلية اللي تعشق كرة اليد وتتربع لها منذ الصغر ومنذ نعومة الأظافر. نشوف تدرج الشبان والشابات في هذه الرياضة. بعد شوية تنطلق المقابلة بتأخير تقريبا 15 دقيقة أو 16 دقيقة. يمكن جاء التأخير بعد تدخل زوز مقابلات وانتهاء مقابلة الجمعية النسائية بطبولبة مع الجمعية النسائية بالمهدية قبل ربع ساعة تقريبا من موعد انطلاق المقابلة هذه. ونعرف تحضيرات اللاعبين والحكام ومراقبي الحكام والميقاتيون وخروج الجماهير ودخولهم من الأول جديد. نعرف مقابلة الأولى التي تجمع الجمعية النسائية بطبولبة والجمعية النسائية بالمهدية كان دخول الجماهير مجاني، لكن في هذه المقابلة بمعلوم هك علاش خرجوا كل الجماهير وعودوا ودخلوا من أول جديد. شوفوا التشكيلة الرئيسية للنجم الرياضي الساحلي. في حراسة المرمى يوسف زيان، رقم 21 عصام رزيق، رقم 66 سحبي نبشة، رقم 48 نبيل شحبور، ورقم 31 حمدي الحمادي، رقم 9 رامي سويت. هذا سداسي النجم الرياضي الساحلي. تنطلق المقابلة بهجوم وامتلاك للنس الرياضي بيت بولبا. ماهر بن عبد الله، ريان بن سوسية، ماهر بن عبد الله، ماهر بن عبد الله، ماهر بن عبد الله، والهدف الأول ممتاز. ماهر بن عبد الله ممتاز الهدف الأول، والحكم يقول تلعب الكرة من مكانه. تحكيم القرقوري وفريخة، المراقب سمير مخلوفة محمد الوردي، والميقاتيون فؤاد صغرون ومالك بالرحومة. ممتاز الهدف الأول من ماهر بن عبد الله. يوسف زيان ما نجم يعمل شيء للكرة، كانت في الزاوية 90 وبكل قوة. محمد أمين العش، محمد أمين العش يضيع الهجمة. ودائما نقول السرعة مطلوبة والتسرع غير مطلوب، ومثل هذه الكرات يمكن نندموا عليها في آخر المقابلة. يلزم نتريثوا في كل كرة، الكرة اللي يلزم تخرج بسرعة نخرجها بسرعة، والكرة اللي يلزم نتريثوا فيها ونبنيوا هجمة مركزة تكون كذلك ترجع الهجمة النجم الرياضي الساحلي. مهدي البري يتحصل على 9 أمتار، حمدي الأحمادي، مهدي البري، نبيل شحبور، سحبي نبشة، نبيل شحبور يتحصل على 9 أمتار أخرى، والتنفيذ حمدي الأحمادي، نبيل شحبور، البري، نبيل شحبور، ويتألق محمد أمين العش. الحكم يرفع يده معلن عن اللعب السلبي، وتسعة أمتار أخرى النجم الرياضي الساحلي. حمدي الأحمادي، حمدي الأحمادي رقم 66، مرة أخرى تضيع الهجمة، مرة أخرى تسرع الحقيقة مش مطلوب. محمد أمين العش وتضيع الكرة، من حسن حظ النجم الرياضي بيت بولبا. عصام رزيق يرفع الكرة بالحارس، لكن البرة 3 دقائق لعب والنتيجة 1-0 للنصر الرياضي بيت بولبا، مع تضييع تقريب 3 فرص
النادي الرياضي بتبلبة وفرصتين للنجم الرياضي الساحلي. هذا ماهر بن عبد الله مع ريان بن سوسية، وممتاز التصدي من ريان يوسف زيان. ترجع الكرة بعد ماهر القلال ما يضيع. يوسف زيان تصدي ممتاز، تصدي ممتاز من يوسف زيان. مهدي البري مع صاحبي نبشة ونبيل شحبور. عصام رزيق يدخل كلاعب دايرة مع حمدي الحمادي، والهدف الأول نبيل شحبور. يغالط محمد أمين العش، ريان بن سوسية، ريان بن سوسية يسجل الهدف، يسجل الهدف. يطلب الحكم دقيقتين، الحكم يقول له واصل وألعب الكرة. 2-1 للنصر الرياضي بيت بولبا. في توقيت 4 دقائق و30 ثانية. مرحبا بكل متابعي راديو تبولبا. اليوم مقابلة، شو نقول، مقابلة أجوار، شو نقول، مقابلة ديربي، شو نقول، مقابلة اللي تبولبا الكل تقريبا تحب النجم الرياضي ساحلي. لكن في مثل هذه اللقاءات يكون التشجيع النصر الرياضي بتبولبا. 9 أمتار، الحكم يقول تتفذ من مكانها. آدم عبد اللطيف، آدم عبد اللطيف مع ماهر بن عبد الله. ريان بن سوسية، ريان بن سوسية مع بلال بلال. ماهر بن عبد الله، ماهر قلال، مهيب قلال، الزواوي عاطف، مهيب قلال، ماهر بن عبد الله، ريان بن سوسية. الدور الكرة، ماهر، ماهر، ويتصدى ريان، يتصدى يوسف زيان لمحاولة ماهر بن عبد الله. تتعكس الهجمة، تتعكس الهجمة النجم الرياضي الساحلي. مهيب قلال، ماهر بن عبد الله، تضيع الكرة على النصر الرياضي بتبولبا ويرجع، ترجع الهجمة النجم الرياضي الساحلي اللي يقطعها بلال بلال. وآدم مع عبد الفتاح، ماهر بن عبد الله مع آدم، 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 ويربح 9 أمتار مع تنبيه شفوي من الحكم على اللعبة رقم 20 من النجم الرياضي الساحلي. بلال بن صالح عتيق، مهيب قلال مع ماهر بن عبد الله، ريان سوسية، آدم عبد الفتاح، ريان يدخل بين زوز لاعبين ويربح 9 أمتار. بلال بلال، ريان بن سوسية، ماهر بن عبد الله، مهيب قلال، مهيب يراوغ ويرجعها لماهر بن عبد الله، ماهر بن عبد الله. بلال بلال في تنفيذ 9 أمتار. ماهر بن عبد الله، ريان بن سوسية، مهيب قلال، مهيب يلقى دفاع من بلال. الحكم يرفع يده معلن عن اللعب السلبي. بلال بلال مع ماهر بن عبد الله، مهيب قلال، مهيب قلال للاعب الجناح عاطف الزواوي، والهدف رقم 3-1 للنصر الرياضي بيت بولبا امام النجم الساحلي في 7 دقائق و30 ثانية. 7 دقائق و30 ثانية من رديات الشوط الاول. وبالنسبة للاعب الدائرة، شكرا على التوضيح والتصويب حمدي الهمامي، نقلتها من ورقة المقابلة حمدي الحمامي، لكن حمدي الهمامي لاعب دائرة النجم الرياضي الساحلي. مرشي، مرشي يقول الحكم بلال بلال يتريث، لا للتسرع،
3-1 للنسر الرياضي بيت بولبا أمام النجم الرياضي ساحلي في توقيت 8:10. ماهر بن عبد الله، مهيب قلال مع ماهر بن عبد الله، ريان بن سوسية، مهيب قلال، ماهر بن عبد الله، ريان بن سوسية، ماهر بن عبد الله، ريان بن سوسية لمهيب قلال، ماهر للعب الجناح، ممتازة الهجمة بلال بلال، ممتازة الهجمة وممتازة التمريرة وممتاز الهدف. 4-1 للنصر الرياضي بيت بولبا، ومرشي مرة أخرى لكن قبلها 9 أمتار. 4-1 للنصر الرياضي بيت بولبا. تضيع الهجمة يتحصل عليها ريان بن سوسية لكن الحكم يقول تبقى عند النجم الرياضي الساحلي. 4-1 للنصر الرياضي بيت بولبا في توقيت 9:15. حمدي الهمامي، مارشي مرة أخرى من نبيل شحبور ما يلقاش الحلول ويعمل الأخطاء ويخلي المجال للنصر الرياضي بيت بولبا لتعميق الفارق من 4-1 في توقيت 9:45 من الشوط الأول. ريان بن سوسية، ماهر بن عبد الله، مهيب قلال، ماهر بن عبد الله، ريان بن سوسية، مهيب قلال، ماهر مع دفعة من الدفاع يخلي الحكم الهجمة تتواصل وترجع للنصر الرياضي بيت بولبا. مهيب قلال، ماهر بن عبد الله، ريان بن سوسية، مهيب قلال يروق، والريان المهيب، مهيب على الثبات يسجل الهدف ويغالط يوسف زيان، يسجل الهدف رقم 5-1 للنصر الرياضي بيت بولبا. 5-1 للنصر الرياضي بيت بولبا امام النجم الرياضي الساحلي في توقيت 10:30. ومحمد امين العش يتصدى، ادم عبد الفتاح يسجل الهدف رقم 6. ممتاز الهدف رقم 6 من ادم عبد الفتاح، يغالط الحارس يوسف زيان والمدرب ثابت محفوظ ياخذ وقت مستقطع بعد تقدم النصر الرياضي بيت بولبا بفارق 5 أهداف كاملة. 6-1 اليوم بداية الجديات رسميا من قاعة الهادي دقايا بيت بولبا، وكل فريق مطالب باش يظهر الوجه المطلوب والهدف هو المرور إلى سوبر بلاي اوف. النجم الساحلي هو المنافس المباشر للنصر الرياضي بيت بولبا على هذه البطاقة الثانية للدور نصف النهائي. مزالة المقابلة طويلة والنتيجة هذه ما تعني حد شيء في 11 دقيقة لعب. 6-1 للنصر الرياضي بيت بولبا أمام النجم الرياضي الساحلي. وسام السنوسي مع صاحبي نبشة حمدي الهمامي، وسام السنوسي، مهدي البري نبشة صاحبي يا 4-9 أمتار.
حمدي الهمامي، وسام السنوسي يا 49 امتار مع مهدي البري، حمدي الهمامي، البري، البري مهدي يحاول مع السحبي نبشة ويتصدى محمد أمين العش، ترجع الكرة مباشرة أمام حمدي الهمامي اللي سجل الهدف رقم 2 للنجم الرياضي الساحلي. يتصدى محمد أمين العش لكن الدفاع ما يتبعش الكرة، ترجع الكرة مباشرة أمام حمدي الهمامي اللي يستغل الفرصة، يلقى روحه وجه لوجه مع محمد أمين العش وما يرفضش الهدية ويسجل الهدف رقم 2 للنجم الرياضي الساحلي. ماهر بن عبد الله قلال، ماهر بن عبد الله مهيب قلال، ريان بن سوسية، آدم عبد الفتاح، ريان بن سوسية مع مهيب قلال ويتصدى، ممتاز التصدي من حارس مرمى النجم الرياضي الساحلي اللي يعكس الهجوم مباشرة، يعكس الهجمة الرامي سيود اللي سجل هدف رقم 3 بعد هذا الوقت المستقطع اللي كان فيه متقدم النصر الرياضي بتمولبه 6-1، يرجع النجم الرياضي الساحلي 6-3، فارق 3 نقاط بعد ما كان الفارق 5 نقاط في 13 دقيقة لعب. ستة ثلاثة للنجم الرياضي الساحلي أمام 6-3 النصر الرياضي بتمولبة أمام النجم الرياضي الساحلي في توقيت 13 دقيقة و30 ثانية. ماهر بن عبد الله مع مهيب قلال، مهيب قلال، ريان بن سوسية، ويسجل ماهر بن عبد الله ويغالط يوسف زيان. 7-3 للنصر الرياضي بتمولبة في 13 دقيقة و45 ثانية. سحبية نبشة مع مهدي البري، وسام سنوسي، البري، بري مع سنوسي، سيوت، 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 ويحاول وحده يطلع على الثبات ويربح 9 امتار. حمدي الهمامي، البري، سيوت، سنوسي، والبرة لكن 9 امتار. حمدي الهمامي في تنفيذ 9 امتار، ما يلعب مع مهدي، مهدي البري، سحبي نبشة، سنوسي، سنوسي مع نبشة، فما 9 امتار ومعاهم دقيقتين لبلال بلال. دقيقتين لبلال بلال. دقيقتين لبلال بلال وتسعة أمتار لحمدي الهمامي للنجم الرياضي الساحلي في توقيت 14 دقيقة و50 ثانية. 7-3 للنصر الرياضي بتبولبة. سحبي نبشة، سنوسي، سحبي نبشة، واد دفاع في المنطقة، الحكم يعطي 7 أمتار للنجم الرياضي الساحلي. 7 أمتار للنجم الرياضي الساحلي وفي تنفيذ 7 الأمتار مهدي البري، وجه لوجه مع محمد أمين العش، مهدي البري ومحمد أمين العش، والهدف الرابع، الهدف الرابع للنجم الرياضي الساحلي. 7-4، 7-4. سبعة أربعة للنصر الرياضي بتبولبا في توقيت 15 دقيقة و50 ثانية من ردهات الشوط الأول. ماهر بن عبد الله، ريان بن سوسية، مهيب قلال، ماهر بن عبد الله، ريان، آدم عبد الفتاح، ماهر بن عبد الله، ريان بن سوسية، مهيب قلال، مهيب قلال، شو يعمل الماهر؟ ذيع الكورة، ذيع الكورة، تمريرة خاطئة، ذيع الكورة.
تمريرة خاطئة تضيع الكرة وترجع للنجم الرياضي ساحلي. مهدي البري، سنوسي مع البري، مع نبشة، سنوسي يراوغ مراوغة ممتازة، ممتازة المراوغة من وسام السنوسي ويسجل الهدف رقم 5 للنجم الرياضي الساحلي. ريان بن سوسية، ماهر بن عبد الله يدخل في هذه الآونة. ما فما شيء، قلت يدخل اللاعب رقم 66 أحمد الجليدي صاحب المحاولة الأخيرة هذه اللي يتصدى لها الحارس يوسف زيان. النتيجة 7-5، 7-5 والهجوم للنجم الرياضي الساحلي. تسعة أمتار يربحها مسلوسي، وسام السنوسي يربح 9 أمتار. البري مع السنوسي، السنوسي حاول من الجناح ويربح 9 أمتار أخرى. السنوسي، السنوسي مع نبشة، الحكم يرفع يده معلن عن اللعب السلبي. حمدي الأمامي وجه لوجه ويسجل الهدف رقم 6، رقم 6 للنسر الرياضي بيت بولبا. بعد ما كان الفارق 5 اهداف يرجع النجم الرياضي الساحلي الا واحد. يرجع بلال بلال ويدخل منيب عبد اللطيف. منيب عبد اللطيف مع مهيب قلال. ريان بن سوسية، مهيب قلال، ريان بن سوسية، مهيب، منيب يطلع ويطير في الفضاء ويسجل الهدف رقم 8. ممتازة من منيب عبد اللطيف. وممتازة كذلك، ممتازة كذلك من اللعب رقم 20 بلال بن صالح عطيق، والامتياز يكون لمحمد امين العش اللي يتصدى ويخلي مع 2 للنسر الرياضي بيت بولبا 8-6 في توقيت 19 دقيقة و20 ثانية من الشوط الأول. ريان بن سوسية، مهيب قلال، منيب عبد اللطيف، ريان بن سوسية مع مهيب قلال. منيب، منيب يراوغ، يراوغ منيب ويربح 9 أمتار. بلال، بلال يدخل ماهر بن عبد الله مكان ريان بن سوسية. منيب يراوغ، حلوة المراوغة وحلوة الهدف. ومعاهم دقيقتين، يا معاهم دقيقتين للعب بلال بن صالح عتيق. 9-6 للنسر الرياضي بيت بولبا في توقيت 20 دقيقة. دائما تقدم للنسر الرياضي بيت بولبا. 9-6 مع نقص عددي للنجم الرياضي الساحلي اللي المدرب ثابت محفوظ يخرج الحارس ويدخل لعب البري. نبشة، نبشة يلقى الفضاء محلول قدامه، إسباس محلولة مع محمد أمين العش يسجل مباشرة الهدف 7. حبي نبشة، مهيبة قلال، ماهر بن عبد الله
ماهر بن عبد الله مع منيب عبد اللطيف. ادم عبد اللطيف. ادم عبد الفتاح. ماهر بن عبد الله منيب عبد اللطيف. منيب ممتازه منيب على الثبات يسجل الهدف رقم 10 10 7 10 7 للنسر الرياضي بيت بولبا امام النجم الرياضي الساحلي في توقيت 21 دقيقه و30 ثانيه من الشوط الاول. بري نبشة سحبي مع البري. بري تسعة أمتار تسعة أمتار. حمدي الهمامي حمدي الهمامي مع البري. سحبي نبشة سنوسي. حمدي الهمامي حمدي حمدي سنوسي سنوسي. الحكم يرفع يده معنا على لاعب سلبي البري وتصطدم الكرة بالدفاع تخرج جانبية يوقف الحكم الوقت ترجع الكرة للميدان. جانبية للنجم الرياضي الساحلي مع ثلاثة تمريرات يقول عليهم الحكم بعد مع اللعب السلبي البري. هذه المراوغة الأولى وممتازة المراوغة لكن العارضة تقول لا العارضة لا تقول لا. محويب مهيب منيب عبد اللطيف وتسعة أمتار ما فما شيء يقول الحكم. عشرة سبعة يرجع عاطف اللزواوي كلاعب جناح. بلال بلال كلاعب دائرة ومنسق. منيب عبد اللطيف مع مهيب قلال وماهر بن عبد الله. منيب عبد اللطيف يطلب من زملائه باش تدور الكرة مليح. منيب بلال بلال مهيب قلال منيب وممتاز ممتاز منيب. تقريبا كل المحاولات منيب ناجحه 100% وممتاز الاهداف من منيب عبد اللطيف. 11 7 في توقيت 23 دقيقه. مهدي البري مع السلوسي. السلوسي وسام مهدي البري يدخل في هذه الاونه. اللاعب رقم 5 عامر موا. تسعة أمتار سلوسي ممتازة المراوغة من سلوسي ممتازة المراوغة يفتح بها المجال ويسجل ممتاز الهدف كذلك من ماهر بن عبد الله بعد دخول محمد صالح البدوي. ونعرف محمد صالح البدوي حارس النجم الرياضي الساحلي هو ابن النسر الرياضي بيت بولبا. في اول دخول له يسجل ماهر بن عبد الله الهدف رقم 12. مهدي البري تفتك الكره واشرف عزاز. ماهر بن عبد الله ماهر بن عبد الله يتريث حتى لوين يرجعوا اصحابه. منيب عبد اللطيف عاطف الازواوي مهيب قلل منيب عبد اللطيف مع مهيب منيب مع منيب لماهر بن عبد الله. مهيب يراوغ وتسعة أمتار. عاطف الزواوي الجليدي عفوا ماهر بن عبد الله. منيب يراوغ حلوة المراوغة من منيب ترجع لماهر بن عبد الله في مناسبة أولى. يرفع الحكم يده معلن عن اللعب السلبي. منيب وخارج المرمى. الفكرة ممتازة وبقوة لكن كانت خارج المرمى. السلوسي 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 تسعة أمتار النجم الرياضي الساحلي. 12 8 في توقيت 25 دقيقة و30 ثانية من ردها الشوط الأول.
ويفكها جليدي. ممتاز جليدي وممتاز محمد صالح، واشرف يتبع الكره، اشرف عزاز ويسجل الهدف 13 8. تتقطع الكره مع عند احمد جليدي، يحاول بها يتصدى تصدي ممتاز من ما عند محمد صالح. ابراهيم ترجع الكرة امام اشرف عزاز اللي يسجل هدف رقم 13 للنصر الرياضي بيت بولبا. ووقت مستقطع ثاني، يطلب المدرب ثابت محفوظ رجوع مرة أخرى مع 5 نقاط للنصر الرياضي بيت بولبا، شفناها في أول الشوط مع 5 ومع 6، ترجع النجم الرياضي ساحلي إلا واحد، ثم يرجع الفارق مجددا مع 5 للنصر الرياضي بيت بولبا. نستغلوا توقف الوقت، ترجع الوقت، النتيجة هي 13-8 للنصر الرياضي بيت بولبا، 13-8 للنصر الرياضي بيت بولبا في توقيت 25 دقيقة و 56 ثانية. 4 دقائق تفصلنا على الشوط الأول، وخمس نقاط فارق لصالح النصر الرياضي بيت بولبا. وسام السلوسي، وسام السلوسي رقم 22. ضيع الكرة على النجم الرياضي الساحلي، مهيبة قلال مع أشرف عزاز اللي يطلب منه باش يتريث، يخرج أشرف عزاز ويدخل عاطف الزواوي، يخرج ماهر بن عبد الله ويدخل ريان سوسيه، نشوف ويدخل، يخرج بلال بلال ويدخل احمد جليدي. منيب عبد اللطيف، ريان بن سوسيه، احمد جليدي، ريان، مهيب قلال يطلع بمفرده، محلاها التمريره لاحمد جليدي، ممتازه التمريره من مهيب قلال الى احمد جليدي اللي سجل الهدف رقم 14-8 للنصر الرياضي بيت بولبا قبل 3 دقائق من نهايه الشوط الاول. نبيل شاحبور مع البري رقم 77، دقيقتين لمهيب قلال، مهيب قلال يقوى دقيقتين. عامر ماوى، مهدي البري، نبيل شاحبور، سلوسي، واتغالت الكرة، محمد أمين العش، تظهر سهلة قدامه لكن كرة مخادعة، تغالط محمد أمين العش ويسجل بها النجم الرياضي الساحلي الهدف رقم 9، 14-9 للنصر الرياضي بيت بولبا قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول. والنصر الرياضي بيت بولبا يلعب بنقص عددي بعد ما خرج مهيب قلال لدقيقتين، والمدرب يسري الغالي يخرج حارس المرمى ويدخل هاشم النقبي. هاشم النقبي مع منيب، منيب يراوغ، يراوغ وتخرج الكرة تضرب في الدفاع وتخرج جانبية للنصر الرياضي بيت بولبا. عاطف الزواوي مع أحمد جليدي، هاشم النقبي، الحكم يرفع يده معلن عن اللعب السلبي. هاشم محاولة وحده يربع 9 أمتار، تمريرتين، 2 تمريرات، يقول الحكم منيب عبد اللطيف شو ينجم يعمل. منيب 9 أمتار، 9 أمتار لمنيب عبد اللطيف مع إصابة
ان شاء الله سلامات وان شاء الله لباس. منيب عبد اللطيف الحكم يطلب منه يقول له حاجتك بتدخل طبي او لا. يبقى منيب على ارضية الميدان ويدخل التدخل الطبي. نعرف بعد ان شاء الله يقوم منيب لباس. ثلاثة مشاركات ما يشاركش فيهم في الهجوم مع فريقه. النتيجة 14-9 والتوقيت 28 دقيقة و51 ثانية. إن شاء الله لباس منيب عبد اللطيف. إن شاء الله لباس منيب عبد اللطيف. يقوم منيب عبد اللطيف لباس. سلامات. يخرج منيب عبد اللطيف لثلاث هجمات متتالية. يتناقش معاه يسري يقول له ما طلبتش منك لكن ظهر العملية. الحكم توجه للاعب مباشرة وقال له حاجتك بتدخل طبي. من بعدها اذن للإطار الطبي باش يدخل لأرضية الميدان. ماهر بن عبد الله أحمد جليدي تمريرة واحدة تمريرة واحدة. هاشم النقبي هاشم النقبي أحمد جليدي مع هاشم النقبي. وممتاز المتابعة من أحمد جليدي وممتاز التصدي من محمد صالح إبراهيم. تبقى النتيجة 14-9 وريان سوسية دفاع ممتاز. ممتاز أحمد السلوسي لعامر ماوى. مخدومة الكرة وهجمة ممتازة. يخرج عامر ماوى وجه لوجه مع الحارس محمد أمين العش ويسجل النجم الرياضي الساحلي الهدف رقم 10. وقت مستقطع ياخذ يسري الغالي قبل 40 ثانية من نهاية الشوط الأول. وتقدم النسر الرياضي بيت بولبا 14-10 أمام النجم الرياضي الساحلي. نستغلوا توقف الوقت باش نذكروا باحتضان بطحان المركب الرياضي بيت بولبا ولامس الاثنين 27 مارس الدورة الأولى للبطولة الوطنية لكرة اليد بين الأحياء في الشوارع من تنظيم الجامعة التونسية لكرة اليد بالتعاون مع رابطة الوسط والوسط الشرقي لكرة اليد بالمنستير وبمشاركة أحياء حومة الفضلين والسوق وبير الشباك وزياديه من تبولبا وحي عثمان من سوسة واللاعبين من مواليد 2007 2008 2009 حسب شروط المشاركة اللي وضعتها الجامعة التونسية لكرة اليد. وعي على غرار تبولبا كذلك كانت الحمامات وحمام لنف اللي عندهم كرة اليد في الشوارع هذه من تنظيم الجامعة التونسية لكرة اليد بالتعاون مع الرابطة. أربعين عشرين ثانية 29 دقيقة واربعين ثانية في هذا الشوط الأول. 20 ثانية لنهاية الشوط الأول. النتيجة 14-10 للنسر الرياضي بيت بولبا. وقت مستقطع ياخذوا يسري الغالي ريان بن سوسية مهيب قلال ماهر يلعب جناح آدم وسبعة امتلا حتى شيء وهدف ما فماش الهدف ما فماش الهدف ما فماش الهدف. الحقيقة الحكم شنو شايف بالضبط؟ آدم عبد الفتاح لعب الجناح يطلع يلقى اعتراض. تبقى النتيجة 14-10 للنسر الرياضي بيت بولبا أمام النجم الرياضي الساحلي.
تقطع الكرة. الحكم يعطي دقيقتين لمدرب الفريق أو المرافق، يقول له غادر القاعة، لم يغادر، غادر القاعة، لم يغادر، غادر القاعة، لم يغادر، وفي المرة الرابعة يعطيها دقيقتين ولم يغادر بعد. نغادر نحن أحباء الرياضة ونعود في الشوط الثاني بحول الله. Thank you.